مشوار حياة معي أنا نبيها حدارة من ضمن برنامج شوفوا نحن وين. مشوار حياة معي أنا نبيها حدارة من ضمن برنامج شوفوا نحن وين. بطاقة تعريف عن الدكتور رامز رزق. الدكتور رامز رزق من جنوب لبنان النبطية، تلقى علومه التكميلية والثانوية في مدرسة ميس الجبل في النبطية، ثم انتقل إلى الجامعة اللبنانية ودرس قسم التاريخ، ثم هاجر إلى سيدني أستراليا. له مؤلفات عديدة وقصص قصيرة. ميس الجبل، لؤلؤة جبل عامل. جبل عامل، تاريخ وأحداث، تاريخ الشيعة في لبنان، قراءة في تاريخ الفقه الإمامي، قصص أدبية، عماليات، ومجموعة قصص قصيرة. عماليات، مجموعة قصص قصيرة. في الحب أيضا حلال وحرام، مجموعة قصص قصيرة. أيضا روائي، لدي هي عدة روايات، منها ربطة عنق، عبد الياس اللبناني، على حافة الجرف، مالك مختار، عملية في القطاع الرابع، وهناك عدد من الكتب والدراسات الجاهزة للطباعة. الكتاب أو الرواية التي بين يدي الآن هي عملية في القطاع الرابع. سأقول المقدمة التي كتبها المؤلف الدكتور رامز رزق. الرواية تلامس الواقع الذي عاشه اللبنانيون في جبل عامل جنوب لبنان، وتشبه بوجه من الوجوه مجموعة قصص جمعت من هنا وهناك لرجال عاشوا زمن الحرب، ثم تكاثفت تلك القصص لتشكل قصة واحدة قد يكون عاشها أي شاب من جنوب لبنان على امتداد سنوات الحرب الطويلة بشقيها الداخلي والحدودي. القصة تتحدث عن إنسان من بنت جبيل في جنوب لبنان اسمه عبد الله الشايب، تطوع لمواجهة العدو أثناء الغزو الإسرائيلي سنة 1978، ثم لمقاومة الاحتلال بطرق مختلفة. كما ذكر المؤلف، الرواية تتكلم عن الشاب عبد الله. أنا قرأت قسم منها وأعجبني جدا التسلسل والأحداث التاريخية، وعرفت من خلالها الكثير من الأحداث التي مرت في جنوب لبنان. أرجو منك دكتور رامز رزق أن تتحفنا بالكثير من القصص والروايات التي نحن بحاجة لها، لأننا نريد أن نعرف تاريخ بلادنا وأحداثها وأيضا الجيل الجديد. وأرجو منك في المستقبل أن تتم ترجمة تلك القصص، لأن أولادنا والجيل الجديد يهتم باللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية للأسف الشديد، ونريده أن يعرف الكثير عن أحداث بلاده من خلال رؤيتك أنت للأحداث وكتابتك التأليفية، سواء بالروايات أو القصص القصيرة. طبعا الإنترنت طغى على كل شيء، يستطيعون أن يأخذوا المعلومات من الإنترنت، ولكن كتابة رواية من الروايات بيد كاتب وأستاذ تاريخ يعرف التسلسل الأحداث وما جرى في الأزمنة في الوطن العربي والبلاد العربية ولبنان الحبيب، طبعا أكثر شوقا برؤيته للأجيال الجديدة لمعرفة الأحداث من خلال رواية قصة أو شخصية يجسدها الأديب من خلال رواية من روايته. نحن كلنا فخورين بك، ونتمنى لك المزيد من الإصدارات في بلد المهجر أستراليا. أديب ودكتور من بلادي الدكتور رامز رزق. كنا مع مشوار حياة، أديب من النبطية من جنوب لبنان من جبل عامل، له عدة إصدارات ومؤلفات، وهو يعيش في سيدني أستراليا. دكتور رامز رزق يشارك في الكثير من الحوارات الأدبية والشعرية، وله معرفة ضليعة بتاريخ بلاده، لذلك يكتب الروايات عن فهم ومقدرة ووعي للأمور وما تم من خلال، وهو أستاذ تاريخ كما ذكرنا، ويعود بالأحداث والأزمنة ويعطينا السلسلة الزمنية الصحيحة لمعرفة ما تم في الوطن العربي. كلنا شكر لك دكتور رامز رزق لما تقيم به من إبداعات أدبية، وإلى المزيد من النجاح والمؤلفات والقصص القصيرة. أديب ودكتور من بلادي رامز رزق عبر مشوار حياة معي أنا نبيها حدارة. أنصح الجميع أن يقرأ لهذا الدكتور الأديب رامز رزق،
لأن الرواية تأخذك إلى عالم بعيد، تأخذك إلى الأحداث كما ذكرت، وتعود بك الأيام إلى مضت كأنها تعيش في هذا. طبعا نحن لا نريد حربنا، نريد هذه الأمور، ولكن يجب أن نعرف تاريخ بلادنا، يجب أن نعرف ماذا جرى في تلك البلاد من خلال فكر وأدب أدباء وكتاب ودكاترة أمثال رامز رزق. مشوار حياة معي أنا نبيها حد.